السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم قناة شبروان التعليمية. اليوم سنتحدث عن الكتب المدرسية وعن طريقة تغليفها. إذا في التغليف عندنا أربع طرق ولا أربع أغلفة متنوعة. عندنا الغلاف اللي يجي كيما الكراس وهو كبير الحجم ويكون غلاف شفاف، هذاك مخصص للكتاب لكن ينزع بسهولة، هذا لا أنصح به للتغليف. ايضا عندنا الغلاف البلاستيكي لكن عنده سلبية واحدة وهي التساق الكتب مع بعضها البعض. نوريكم مثال، عندنا هنا كتابين لصقناهم بهذا الغلاف، شوفوا تلتصق الكتب مع بعضها البعض. وعندنا هذا الغلاف، الغلاف القديم اللي كنا نستعملوه، وعندنا هذا الغلاف، غلاف قديم نوعا ما لكن كاين بزاف اللي ما يعرفوش. هذا الغلاف اللاصق يلتصق مباشرة في الكتاب، إذا نحاولوا نغلفوا بهذا الغلاف والكتاب الثاني نغلفوه بالغلاف الثاني. بهذه الطريقة نكونو كملنا هذا الكتاب، أنا غلفناه بهذا الغلاف. نروحو للغلاف الأسهل والأحسن. هذا الغلاف ما نحتاجو لا شريط لاصق، نحتاجو فقط المقص للجوانب. إذا هنا يكون عندنا منتصف الكتاب، جيت الورق نحو هذا المنتصف تاع الكتاب، نحاولو نحط الكتاب في الوسط. بهذا الشكل نحاول نثبتوه، إذا نقصوا الأطراف. شوفوا الطرف تاع الكتاب، روحوا للجانب الثاني، هذا الشكل من الجانبين. الآن نحاولوا نبدأ بهذا الجزء. كيفاش نديرو؟ منحوش الورقة كاملة، نحو جزء فقط، نحاولوا نمشوها مع الغلاف بهذا الشكل.
نحاول نقصه من الجوانب بهذا الشكل. بهذا الشكل نكون غلفنا الكتاب الغلاف الثاني وهنا بغلاف الأول ونشوفوا هذا هو الأحسن. بالنسبة للكتب المدرسية، الكتب غير متوفرة في المدارس، معناها ما نستناوش حتى الدخول المدرسي باش نبدأ نشرو في الكتب. إذا الكتب غير متوفرة في المدارس، موجودة في بعض دور الثقافة، تم فتح أبواب لبيع الكتب، أيضا في بعض المكتبات المعتمدة، مكتبات الكبار نلقاو فيهم هذه الكتب. تستطيعون التواصل مع مديرية التربية الخاصة بولايتكم عبر فيسبوك للاستعلام حول المكتبات المعتمدة لبيع الكتب. معنى الكتب نلقاها بالمبلغ تاعها الرسمي، ما نلقاوش أي زيادة، نلقاها موجودة في المكتبات. وأيضا تم فتح بعض دور الثقافة لبيع الكتب. أيضا كاين تطبيق تاع جوميا تستطيع الشراء منه، لكنه يضيف مبلغ التوصيل اللي هو 150 دينار جزائري اللي هي 15,000. هذا فيما يخص الفيديو تاعنا لنهار اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.